السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم في كل زمان وفي كل مكان، وأتمنى لكم الخير والعافية والصحة والسعادة. اليوم حاخدكم مرة ثانية لأكثر من 30 سنة أو 40 سنة، حينما أتيت إلى بريطانيا وكنت لم أعمل كطبيب، بل كنت أبقى أمارس اللي هو التدريب في بعض في مستشفى في مدينة أبريستوس، وكنت أسكن في يعني بيت اسمه 5 شارع ألكسندرا قدام محطة القطر على طول، في بيت ميسيس جينكنز، وكان ست طيبة وأرملة محترمة جدا. في يوم من الأيام وأنا قاعد بذاكر، طبعا كنت صائت يعني كالعادة يعني، ومنهمك انهماك جميل جدا وغير آبه أو عابئ بأي شيء، بصيت من الشباك لقيت الشمس طالعة، في خلال ثواني لقيت الشمس مش موجودة غايبة، خلال ثواني لقيت غيم قوي جدا ومطر شديد شديد شديد، فتغيرت فصول السنة في أقل من 5 دقائق. أنا في العتمة دي وفي التغيير السريع ده أصبت بصدمة نفسية قوية جعلتني أبكي بكاء شديدا ولا أدري لماذا، وكأن المناخ وتغير المناخ بهذه السرعة يعطيني رسالة أن أنا أضعف من أن أكون أمام أو أقف أمام ظاهرة واحدة من الظواهر التي قدرها الله سبحانه وتعالى لكي تسعدنا على وجه هذه المعمورة، وهي الأمطار والرياح والشموس والغمام إلى آخره إلى آخره. الإنسان في حالة الضعف، وجدت نفسي ليس هناك أحد جانبي، فأنا غريب والمال معي ينقص، ولكن قدر أمامي يعاركني عركة شديدة جدا جدا، وفي نفس الوقت التحدي الآخر، تحدي اللي هو الغربة، تحدي الدراسة، تحدي السقوط والفشل، تحدي اللي هو إن المال اللي معايا ينفذ وأرجع أكون فاشل. فكل هذه الأشياء تصورت لي في هذه اللحظة التي غابت فيها الشمس وانطفأت فيها الشمس وذهبت فيها الشمس وأتى الريح وأتت العتمة وأتت الأمطار إلى آخره إلى آخره، وقهرتني في قلبي. أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة، إذا حدث لك مثل هذه الحدث فاستعذ بالله، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو ناصرك وهو من يستجعلك وتتغلب على كل هذه الصعاب. إنما خلقت هذه الرياح والأمطار والسماوات لكي تخدم البشر وتخدم أبناء آدم عليهم السلام أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.